مبسوط لما بتبقى مع ليلى؟ طبعا يا فندم، يعني حماسها ودراستها فادوني جدا في المؤتمر. بص يا احمد، انا عشت حياتي كلها مش مركز الا في حاجتين، اول حاجه ليلى ومصطفى، تاني حاجه شركات الكوم اللي انت شايفها دي، واعتقد ان انا نجحت في الاثنين. طبعا يا فندم ما شاء الله. شركات الكوم بتعتبر من اهم شركات الشرق الاوسط، ومصطفى بعده يمسك الثروه من بعدي، فاضل ليلى. احمد، انا عايزك تفضل جنب ليلى تحميها وتحافظ عليها، واعتقد انك تقدر تعمل كده. طبعا يا فندم، لو حضرتك تسمح لي يعني اعتبر انسه ليلى زي اختي من دلوقتي. لا لا اختك ده ايه، انا عايزك تتجوز ليلى. انا عارف الكلام اللي قلته لك ده كان مفاجاه كبيره عليك، بس انا راجل بفهم كويس قوي في البني ادمين بحكم خبرتي والناس الكتير اللي مروا عليا في حياتي. انا معجب بيك قوي يا احمد من اول يوم شفتك فيه، من اول ما لحقتني قدام العربيه قبل ما تخبطني، بسرعه قدرت تقرب مني وبسرعه قدرت تقرب من ليلى، اثبتت لي فعلا ان اقدر اطمن على بنتي معاك. انا خاطب يا فندم، بجهز شقتي دلوقتي، المفروض اتجوز كمان كام شهر. انا ما طلبتش انك ترد عليا دلوقتي، اقعد مع نفسك فكر وقيم العرض اللي انا عرضته عليك وافهم معناه كويس قوي. اقول لك انا معناه ايه؟ هتبقى ابني زيك زي مصطفى وليلى اللي هي اهم حاجه في حياتي. لكن يا فندم قلت لك ما تردش، انا مش عاوز ليلى تعرف اللي دار بيني وبينك، عايزه تحس انك انت اللي طلبت تتجوزها. اما موضوع خطبتك دي بقى مش مهم، سخ. انا خلصت كلامي، تقدر تستاذن. احمد، ازيك؟ صباح الخير. صباح النور. انت مش كنت عند بابا في المكتب؟ انا كنت جايلكوا عشان اقعد معاكوا. خير؟ مالك في ايه؟ انا بس عايز امشي. انت تعبان ولا حاجه؟ شويه. لا سلامتك. طيب انا هبقى اكلمك في التليفون وابقى ارد عليا بس عشان اطمن عليك. أهلاً، ازيك يا روح؟ ازيك يا بابا؟ مش عارفة أحمد كان خارج من عندك مش على بعضه ليه؟ هو كان عندي وقال لي النتائج اللي طلعت بيها في المؤتمر، وأنا قلت له ادرس موضوع الشراكة مع الشركات اللي طلبت منكم، بس كده. إيه، في حل؟ لا أنا قلت له مالك في إيه؟ قال لي لازم أمشي دلوقتي حالا. يمكن عنده مشكلة ولا حاجة. مالك؟ قلقان عليك كده ليه؟ لا خالص، بس اصل احنا عندنا شغل كتير قوي مع بعض كان لازم نخلصه النهارده. خلاص بكره ولا بعده، فيها ايه؟ وبعدين بما ان مفيش احمد هتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ زي كل يوم هقعد في المكتب شويه وخلص شويه حاجات معايا وبعد كده امشي. يعني انا لو ما كنتش كلمتك في التليفون كنت هتسيبي الشغل؟ ما كنتش اعرف انك حساسه قوي كده. احنا بنشتغل وارد جدا اني اتنرفز، وده مش معناه اهانه ليكي خالص. حصل خير يا استاذ مصطفى، يمكن انا كمان عشان اول مره اتعرض لموقف زي ده في الشغل. بس زعلانه مني دلوقتي؟ ها تمام، نشوف شغلنا بقى. على فكره انا لسه مستني منك الريبورت بتاع الاجتماع اللي انا ما حضرتوش. ريبورت جاهز. كويس.
صحيح، امل قالت لي انهم محتاجين شويه تعديلات في البنود بتاعه العقد. حصل، استاذ اشرف شغال عليهم دلوقتي. تمام، انا هتصل بيه اعرف وصل لحد فين. اهم حاجه بقى دلوقتي عايزك تتصلي بيهم تقولي لهم ان انا عازمهم على العشاء بعد بكره بشكل ودي عشان ندرس موضوع التعديلات بتاعه العقد ده، وانت هتكوني موجوده معايا. حاضر، بعد اذنك. صباح الخير. صباح الخير. يا استاذ اشرف عايزك شويه لو سمحت. في المكتب. ماشي، مستنيك، مع السلامه. ايه يا ابني، انت ما خرجتش خالص من المكتب النهارده، كتير قوي كده يا مصطفى القعده دي. عندي شغل كتير قوي النهارده يا ليلى. هو احمد دخلك مكتبك النهارده؟ لا، ما دخلش النهارده المكتب. ليه؟ لا سؤال عادي. انت مشغول قوي. في عقد في ايدي كده لازم اخلصه النهارده. ربنا معاك يا ابني. صدقني مفيش اي حاجه من اللي في دماغك دي صح. رنا اصلا كانت في السخنه، قالت لي ان اللي متصور معاها ده موظف عندهم في الشركه اسمه احمد، كان معاها في المؤتمر عادي يعني، ده حتى رنا هي اللي صورتهم. ليلى رفضتني عشان الولد ده. ليلى مفيش حد في حياتها، صدقني يا فريدة انا متأكدة. وبعدين يعني مش معنى ان هي رفضتك يبقى في حد تاني. هو بصراحة بقى انت لازم تشوف حياتك، ما ينفعش تفضل قاعد مستني تشوف ليلى رفضتك ليه. هي رفضتك بقى وخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ انت بقيت صاحب الشغل ولا ايه؟ بدلة جديدة وبعدين ايه حكاية العربية اللي بره دي؟ بتاعت الشغل يا حسن. يا سيدي ربنا يكرمك وتجيب أحسن منها. بقول لك ايه، أنا دماغي مصدعة، تشرب معايا شوية شاي. قهوة يا حسن، ربنا يخليك. يا ساتر يا رب. طيب هشام. نعم. من القهوة اللي جنب المحل. كوباية الشاي بتاعتي بتاع كل يوم وأحلى فنجان قهوة لعمك أحمد. عينيا يا ريس. متأخرش طيار، يلا ياض. مالك بقى، فيك إيه؟ مش فاهم أي حاجة يا حسن. يعني إيه مش فاهم أي حاجة يا حسن؟ يعني لما أفهم أبقى فاهمك. حول ولا قوة إلا بالله، يا ابني أنت تقعد تنقطني، ما تتكلم يا أحمد ما تنشفش ريقي. سعيد الكومي عايز يجوزني ليلى. ليلى بنته؟ اوف، الراجل قالها لك وش كده تعالى اتجوز بنتي؟ قلت له ده انا خاطب وهتجوز كمان كام شهر. ما سمعنيش. يا حلاوه، يعني ايه ما سمعكش؟ يعني ما ادانيش فرصه اتكلم. ولا سيبها. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تسيب مين؟ يعني الف سخ خطوبتك واللي انت عايزه اعمله لك واديك كل الفلوس اللي انت عايزها وعاملك زي اولادي. وده طبيعي يا حسن؟ يعني انا مش فاهم. الناس بتحكم في الناس كده؟ وبعدين اختارني انا ليه؟ بقول لك ايه؟ البنت اللي هنا دي وحشه؟ كويسه. بس انا كده قريتها. الناس دي لما تحط حاجه في دماغها لا يمكن تسيبها، البنت لقيتك واد مز كده وستايل، راحت لابوها، قالت له بابا انا عايزه ده، قام الراجل قافش في الجمله وحطك في دماغه. لا يا حسن، ما اظنش يعني. لان هو طلب مني انا احسسها ان انا اللي عايز اتجوزها. هو طلب منك تحسسها؟ يا ابن اللذينة. خلي بالك الراجل ده مش سهل، تظبط الموضوع بالمسطره على انك موافق. بس اقول لك على حاجه، انا لو منك ارمي مفتاح العربيه في وشه واسيب الشغل. ولا انت ناوي على ايه؟ وده السؤال برضو يا حسن. حلو، يعني رفضت؟ لا ما رفضتش، ما عرفتش اتكلم معاه اصلا. يا دي النيله. هند، اوعى تكون هند عرفت حاجه. لا ما قلتلهاش طبعا ولا هقول لها. انا مشيت من الشركه وجيت لك على طول.
ايه الغلب ده يا ربي؟ ده انت واقع في حفرة ربك وحده اللي هيخرجك منها. دي صياغة بالتعديلات اللي هتتبعت للألمان. أستاذ أشرف خلصها خلاص. عايزك بقى تديها لهند تترجمهم وتبعتها لهم على طول. أوكي. حاضر يا فندم. مدام أمل كنت عايز منك حاجة. في بنت هتجيلك بكرة اسمها لنا، هي مش مصرية على فكرة. عايز تعينيها فورا وتعملي لها مرتب كويس. حاضر، تحت أمرك. بس عينها فين بالظبط؟ هنا في مكتبي. خليها مديرة مكتبي. حاضر، تحت أمرك. تفضل. عن إذنك. الو، ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ لا انا في الشركه وعايز اشوفك. ماشي، هخلص شغل واتحرك عليكي على طول. طبعا اعملي حسابي هتغدى معاكي. ماشي، مع السلامه، باي. مساء الخير. انا هموت من الجوع، فين الاكل؟ هند جاي في السكه، هنتغدى على طول. طيب ماشي، انا اخش بقى اعمل لي ساندوتش. يا بنتي هتشبعي كده، استني نتغدى مع بعض. لما تيجي بقى نبقى نتغدى مع بعض تاني. مساء الخير. مساء النور. جيتي في وقتك، مريم هتموت من جوع. ماشي. مالك يا حبيبتي، انتي كويسة؟ انا تمام يا ماما، كويسة. مشكلة الشغل اتحلت؟ اتحلت. مصطفى اعتذر. مال وشك مقلوب كده؟ تعبانة بس ماما شوية، طول النهار طلوع ونزول. مش مصدقاكي بس ماشي. يلا عشان عايزين نتغدى. حاضر، اغير وجهي وراك. يا الله، ده ايه ده بقى؟ زعلان. زعلانه ليه؟ اصلك من ساعه ما جيتي من السفر بوستيني وحضنتيني. اي نعم، لكن وزي اي سفريه كنت بتروحيها، لما ترجعي كنت بتحكي لي كل حاجه بالتفصيل الممل. مش انا صندوق اسرارك؟ بص يا صندوق، كانوا احلى ايام في حياتي، احلى 5 ايام، انبسطت جدا جدا جدا. تمام، سلام على الكروته. بصي انا هقولك على حاجه، انا عندي شغل متلتل ما خلصتوش، وفي ايميلات كتير جدا متاخره لازم ابعتها، وحاجات كان لازم اعملها في الشركه وما ملحقتش، فجيت عشان اعملها هنا يعني. طب خلاص يا بنتي، ما تزعليش نفسك، انا غيتي بس اطمن عليك. ما تخافيش، انا بخير. ليلى مش ناقصك حاجه؟ عايزه مني حاجه؟ لا لا شكرا. ماشي، اجيب لك حاجه من المطبخ تاكلي تشربي. لا لا سلامتك. ماشي يا روح قلبي. يا الله، بكره تيجي الشركه تستلم الشغل. يلا يا ستي، مبروك. عن جد ميرسي كتير مصطفى. يا الله، ماني عارفه انا شو بدي اقول لك، انت خلص رح طق من الفراغ اللي عايشه فيه. مصطفى، انت خدت راي بابا في موضوع تعيين لنا ده؟ لا، اخد رايه ليه؟ كان لازم طبعا تاخد اذن. هيعمل ايه يعني يا ماما؟ ما تلاقيش. يا سلام، ولو انت فاكر يعني سعيد لما هيعرف كده هيسكت؟ مصطفى، انا ما بدي يكون سبب باي مشكله. ها وبعدين بقى،
انت هتبقي في الشركه مسؤوله عن شغلي انا وبس. عملت لك مرتب كويس على فكره. ثانك يو. بس هتفضلي تحت الاختبار كده لغايه لما تثبتي كفاءتي. قلتي عايزه تشتغلي، فرجينا بقى. ماما تقول هتغدونا صح؟ دقايق وبتكون السفره جاهزه. طمني على ليلى. كويسه، رجعت امبارح من المؤتمر ومبسوطه على الاخر. يا حبيبتي مصطفى، ممكن تكلم سعيد يخليني اشوف ليلى بقى؟ طب ايه رايك اقول لها انا وخلاص؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هيتحط قدام الامر الواقع زي ما حصل معايا. لا، مع ليلى ما ينفعش خالص. انا عايز افهم بقى، ايه اللي انتوا مخبينه عليا في موضوع ليلى ده؟ ولا حاجه طبعا يا حبيبي، هنخبي عنك ايه؟ ولا حاجه خالص. هو بس كل الحكايه ان انا وعدت سعيد ان انا مش هقول لها الا لما هو يقول لها الاول، وانا في عرضك، انا ما صدقت انه راضي عني، انا عايزه اشوف بنتي. ارجوك بس انت تكلمه. ماشي هحاول. اهلا يا دكتوره، ازيك؟ انا كنت لسه هكلمك. انا فين؟ انا بضحك يا ستي عشان عمر ما حد سالني السؤال ده ابدا. انا لسه واصل البيت. ايه ده، انا موافق طبعا. عزماني بنفسك؟ لا ده انا جاي لك حالا فورا، انا هتحرك اهو. يلا مع السلامه. يلا يا مؤمن، يلا يا حبيبي، ورانا معاك. يا بنت خيالتيني، في ايه؟ رايحه جايبه التليفون ليه؟ يا بابا من ساعه ما رحت الشركه الصبح ما شفتش احمد، كلمته ما ردش وبعدين قفل تليفونه. انا قلقانه يا بابا، الساعه بقت 7. ما تصبري لما يفتح تليفونه وبعد كده هيجيلك رساله. انا هكلم مروه يمكن تعرف حاجه. ايوه مروه، ازاي؟ الحمد لله. احمد فين؟ رجع امتى؟ طب اديهوني يا مروه اكلمه. هو قالك كده؟ طيب اوكي، باي باي. ايه في؟ رجع من بدري وبعدين دخل اوضته نام. لا في حاجه غلط، انا هروح اطمن عليه. بابا بعد اذنك. روح يا بنتي، ولما تطمني كلميني عشان نطمن احنا كمان. حاضر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت. وانا جاي جنبك انا قاعد في الارض. بقولك ايه، امشي خش جوه. ايه يا حنان، هو عمل ايه؟ يا ماما بيحط ايده في الحل وعمال بص يعمل ايه؟ لا يا كريم، بقول لك ايه، روح اوضتك العب شويه على ما نخلص المحشي اللي هتاكله بكره. يلا حبيبي. ازيك يا مروه؟ الحمد لله. اهلا 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 يا هند. ازيك يا حنان؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازيك يا حبيبتي؟ احمد كويس؟ اه يا بنتي، بس رجع من الشغل مدروخ كده شويه، الظهر عنده برد. برد؟ دخل نام على طول. هو قفل التليفون النهارده طول النهار، انا قلقت عليه جدا. اقعدي. طيب اقعدي يا هند حبيبتي. يا مروه. نعم. ادخلي قولي لاخوكي هند هنا. طيب هند يا احمد. تعالي يا هند. ايه يا حبيبي ده كده؟ ادخل الدنيا عليك. انت سبت الشركه بدري ولا ايه؟ اه يا حبيبتي مشيت بدري. طب وقفل تليفونك ليه بقى؟ انا كنت هتجنن طول النهار. لا مفيش، تليفوني قطع شحن ومعرفش اشحنه. انا حاسس ان انا اخدت برد شويه، يعني حاسس ان جسمي مكسر. سلامتك يا حبيبي، بس هو كده مش هينفع برضه. ايه اللي مش هينفع؟ يعني اذا كان واحنا مخطوبين شويه برد يجولك يخليك تنساني، امال بعد الجوازه تعمل فيا ايه؟ احمد انت تعبان بجد ولا ايه؟ تحب ننسى نشوف دكتور؟ لا يا حبيبتي مش مستاهله والله، انا كويس.
ايه النظام يا ميرو؟ على ايه؟ على هند. مش عارفه بس تقريبا والله اعلم هي حاجه ليها علاقه بالشغل. شغل؟ لا طبعا، في حاجه تانية. حرام عليكي، بقى في واحده تكون متخانقه مع خطيبها وفي بينها وبينه حاجه تانية وتيجي تزوره لحد البيت عشان تطمن عليه، وبعدين دي كلمتني في التليفون الصبح وكانت قلقانه عليه قوي. بطيف كاكا بتاعتك دي. انا متهيالي اخوك احمد كده بقى متغير من ساعه الترقيه والعربيه، علشان كده هند قلقانه منه فبتحوط عليه. والله؟ اه. سكي انا هقوم اعمل لهم شاي. ميرسي انك قبلت الدعوه. انا عارفه ان انت كنت لسه مروح مش كده؟ بقى في جنتلمان يرفض دعوه ست جميله زي كده؟ لا لا المود بتاعك النهارده غير اخر مره شفتك فيها تماما. ازاي؟ انت مختلف، معرفش فيك حاجه، يعني في حاجه في عينيك بتلمع، انت مستني حاجه تحصل او عايز حاجه تحصل، في حاجه، في طاقه طالعه من وشك انا حاسه بيها. أهلا، انت بتعرفي بقى في لغه العيون؟ انا بعرف كل اللغات. انت دكتوره ولا عرفها؟ طب قولي لي. نعم. انت متجوزه؟ كنت. تلاقي سبب بقى عشان فاتحه اول دوله. مش عارف مش عنك حاجه. يعني هو مش السبب الرئيسي، هو في منه بس مش ده السبب الرئيسي. يعني هو كان اصغر مني. مش في السن. هو كان بيشتغل ايه؟ كان دبلوماسي وكان بابا وزير. قعدتوا مع بعض قد ايه؟ أربعة أشهر وكام يوم حاجة كده بس. يا دوبك يا دوبك، تكفاية قوي عليه بجد، أكتر من كده ما كانش هينفع. لا أنا لما أتجوز المرة الجاية لازم يكون حد قدي أنا، فاهمني؟ على فكرة أنا دكتور بهاء كان قال لي إن مامة ليلى توفت. كانت. كانت؟ يعني إيه كانت؟ فجأة حيت من ده؟ لا أفهمها إزاي دي؟ لا فسرها لي. عندك وقت؟ عندي وقت. دي ليلى. ايوه يا ليلى. الو. ايه يا بابا؟ مالكش بنت تطمن عليها ولا ايه؟ انت فين؟ انا مع جماعه اصحابي. اصحابك مين دول بقى؟ انا صحابي. ايه في ايه؟ لا انا بس قلقت عليك لما سنيه قالت لي ان انت جيت على باب الفيلا وما دخلتش تطمن عليا. لا اطمني، ما تقليش عليا يا حبيبتي. قولي لي انت خدت الدواء؟ لا ما تخافش يا سيدي، انا خدت الدواء وتعشيت كمان. مصطفى رجع؟ مصطفى لسه ما جاش. طب خش نامي، اصل انا هتاخر شويه. هدخل انام دلوقتي، مش هشوفك بقى غير الصبح. خلي بالك من نفسك. باي باي يا حبيبتي، مع السلامه. مستعده؟ مستعده. كلك اذان وصاغيه؟ نعم. طب اسمعي بقى، مش هند جت النهارده؟ يا ستي اهلا وسهلا. اصل احمد رجع بدري من الشغل، بيقولوا انه تعبان. الساعه جت 7 لقينا هند جايه، قعدت معاه شويه، شربت الشاي ومشيت. تعبان ماله يعني؟ مش عارفه، بيقولوا ان عنده شويه برد، بس انا مش مصدقاه. ليه بقى؟ لو تسالني هقول لك في حاجه. حاجه ايه؟ مش عارفه. بقى طيرت النوم من عين. ايه يا عم احمد؟ مالك يا حبيبي؟ حنان بتقول لي انك تعبان. شويه والله عادي. ايوه شويه، حاسس بايه يعني؟ مفيش يعني، مجهود زياده على قله نوم. أنا من ساعة ما كنت في المؤتمر وأنا بنامش. المهم سيبك من كل ده، أخبار القهوة إيه؟ القهوة الحمد لله يا عم زي الفل. كراسي جديدة كلها جاية بكرة، وعلى بعد بكرة إن شاء الله نبقى فتحنا تاني بإذن الله. بإذن الله. في عادل بتبص لي كده ليه؟ أنا كويس والله العظيم. ماشي. تصبح على خير يا عم. أنت من أهلي. ما تعملش كده يا أحمد. قصدك على ايه عادي؟ قصدي على الشغل. ما تتعبش نفسك قوي كده، ما تقرص على المكنه عشان الموتور ما يفوتش.
يعني كده بدون اي مقدمات؟ طب اسال عليه، اعرف هو مين وابن مين، شوف سمعته عامله ازاي على الاقل. مش مهم، احمد شاب عادي زي كتير قوي من الشباب، في منهم كتير. ليه السرعه دي؟ انا مش فاهمه. الفرحه اللي شفتها في عينين ليلى بقالي كتير قوي ما شفتهاش في عينيها من ساعه ما مات. بص يا نرمين، في ناس كتير قوي بتقول ما تقدريش تشتري السعاده بالفلوس، وانا بقول لا، مش حقيقي، انا اقدر اشتري السعاده ليلى. بس هو قال لك انه خاطب. العرض اللي انا عرضته عليه اهم. يعني انت ممكن تشتري لها زوج بس عمرك ما هتعرف تشتري لها حبه. دي برضه مش مهمه. الله، انا يهمني سعاده ليلى بحبها ليه. منطق عجيب، تتخوف. بالعكس، واحد زي احمد انا بفتح له باب لدنيا جديده مش ممكن يحلم يعيش فيها. وهتقول له بقى انه ليلى عندها ايدز ولا هتخبي عليه؟ آه طبعاً، بس مش دلوقتي، لما يغرق في الفلوس والشغل ويحس إنه غني بجد، وساعتها لما يعرف ما أعتقدش إنه هيضحي بكله. يعني أنت واثق من موافقته؟ ما عندوش خيار تاني. بس تعرفي بقى، أنا أول مرة أقعد مع حد وأفتح له قلبي وأحكي له كده أدق تفاصيل حياتي، والعجيبة بقى أنا مش مستغرب. ودي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. أنا قبل ما أتكلم معاكي كنت حاسس إن أنا شايل جبل، ولما اتكلمت معاكي خفيت كده. بس عايزين نتفق على حاجة. عارفة، كأنك بتكلم نفسك في المراية، أنا ما سمعتش حاجة خالص. ألا، أنت بتعرفي في لغة العيون بقى. شفت بقى.